بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تركيب الدوال للسنة الثالثة ثانوي رقم 3، لأن الأرقام الأولى موجودة على قناتنا في اليوتيوب، أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي والتسيير. قال اف الدالة المعرفة على ار بتمثيلها البياني سي اف، هذا هو سي اف الذي يحمل اللون الأحمر، الذي يشمل النقطة أ، ها هي النقطة أ ذات الإحداثيات الإكس واحد والإجريك اللي هو 3 ناقص الأسية، يعني الأسية اللي هي 2.71. قال تي المماس الذي يشمل بي، ها هو التي يا أبنائي عندنا يشمل النقطة بي، ها هي النقطة بي. قال حيث اف لإكس تساوي إكس ناقص 2 في أسية إكس زائد 3، عين جدول إشارة الاف فتحة انطلاقا من البيان، يعني جدول مشتقة. ثم قال لتكون الدالة جي المعرفة على مجال يطلب تعيينه، يعني يريد منا أن نستخرج مجموعة تعريف هذه الدالة جي، حيث أعطيت لنا جي لإكس تساوي لنا إف لجذر إكس. قال أحسب جي فتحة باستعمال مشتق دالة مركبة، أدرس اتجاه تغير الدالة جي، ثم شكل جدول تغيراتها. إذا لننطلق على بركة الله. إذا أولا نقول هنا بكل بساطة جدول إشارة ماذا؟ إشارة الاف فتحة لإكس. أولا الدالة من أين معرفة؟ قال معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى زمن، إنها الآر، يعني نكتب هنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو نكتب هنا أبنائي اف فتحة لإكس. لاحظوا جيدا الاف فتحة كيف، يعني الاف فتحة أمرها جد بسيط، مجرد حركة تتبعها. هنا كيف نفعل؟ نحن ننزل، إذا نحن ننزل، كلمة ننزل معناه ناقص، نصل إلى هذه القيمة الحدية، القيمة الحدية هذه عند ماذا؟ عند واحد، إذا نكتب هنا واحد. تقول القاعدة عندي القيم الحدية التي تشبه الحفرة والجبل، يعني هذه مثلها حفرة وهذه جبل، المشتقة هناك تنعدم، هذه قاعدة، المشتقة تنعدم عند الحفرة والجبل، هكذا، الحفرة هذه كم إكسها؟ إكسها واحد. ثم عندنا ماذا لو نكمل الحركة؟ لاحظ، هيا عدنا من جديد نحو الأعلى، كلمة نحو الأعلى معناه زائد فقط، وانتهى، هذا هو جدول إشارة المشتقة. اعلموا أن وأكرر أن المشتقة تنعدم عند القيم الحدية. الإكس هنا كم؟ إنه واحد، إذا مشتقة تنعدم عند واحد فقط. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده اللي هو السؤال الثاني. قال لتكون الدالة جي المعرفة على مجال يطلب تعيينه حيث، إذا هنا معناه نكتب عنوان هنا تعيين دي جي، يعني مجموعة تعريف الدالة جي. نحن نلاحظ هنا أبنائي أن الدالة هذه جي إنها مركب لدالتين اللي هي U تركيب F. لاحظوا نقطة نقطة، يقول أحدكم كيف لاحظت ذلك يا أستاذ؟ لاحظوا هنا من العبارة سوف انظروا، ها هي العبارة اللي هي جي لإكس تساوي لنا F لجذر إكس، ها هي عبارة، ها هي الـ U لإكس، والـF هي التي تظهر هنا في الخارج. معناها هذه جي كيف مكتوبة؟ إذا مكتوبة جي لإكس بعبارتها تساوي لنا ماذا؟ مكتوبة على الشكل إف لمن؟ لي لي إكس، يعني في بطن الإف يوجد دالة صغيرة اسمها جذر إكس، حيث الدالة هذه إي لي إكس، الدالة إي عبارتها هي جذر إكس. والجذر إكس ما هي مجموعة تعريفه؟ إذا قلنا هنا دي إي تساوي، بما أن جذر إكس معناه، جذر إكس معناه نقول من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، لأن ما بداخل الجذر يجب أن يكون أكبر أو يساوي الصفر. هذا فيما يخص دي إي. الآن نأتي إلى دي جي، نقول دي جي تساوي هكذا إكس، بحيث إكس ينتمي، ننطلق الآن إلى مجموعة تعريف الـ U، نقول X ينتمي إلى دي إي و، وكلمة وهي التقاطع، وماذا؟ وجذر X يكون ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى دي إف، الدي إف، الإف ها هي أين معرفة؟ معرفة على R، يعني نقول وجذر X يكون محتوى في أو ينتمي إلى R.
إذا ماذا يمكن أن نكتب هنا؟ تصبح لنا دي جي يساوي لنا إكس، حيث إكس ينتمي إلى المجال من الصفر إلى الزائد من اللي هو مجموعة التعريف الأي. وماذا قلنا؟ وإكس جذر إكس هذه، يعني هذه العبارة كليا تكون تنتمي إلى مجموعة التعريف الدالة إف اللي هي R. تقاطع المجالات عندنا، لاحظوا، إذا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هذا هو المجال، تقاطع R اللي هو ها هو المجال. ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا أكيد اللي هو المجال من هنا إلى هنا فقط. يعني تصبح لنا هنا دي جي تساوي لنا ماذا؟ من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية. هذا هو مجموعة تعريف الدالة جي. إذا احفظوا هذه الفكرة، أن الدالة F معرفة على R، وهذه معرفة على من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. تقاطع R مع من الصفر إلى الزائد تعطينا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. الآن بعد ما عيننا مجموعة تعريف الدالة هذه جي، نأتي الآن إلى السؤال الذي طرح. قال أحسب جي فتحة لإكس باستعمال مشتق دالة مركبة. إذا نكتب هنا حساب جي فتحة لإكس. نحن ماذا نملك؟ قلنا أنه وجدنا أنه جي تساوي لنا مركب الدالة U لإف هكذا. F يعني U تركيب F. تقول قاعدة مشتق دالة مركبة، إذا قلنا جي لإكس تساوي لنا هكذا F لU لإكس، هذه عبارة الدالة. فجي فتحة تصبح لنا جي فتحة لإكس تساوي، ركزوا، تساوي مشتق البنت، تساوي لنا مشتق تصبح لنا إي فتحة لإكس في مشتق الأم. هذه سموها أم وهذه سموها بنت حتى تفهموا الأفكار. إذا في مشتق الأم لكن البنت تبقى دائما في البطن هكذا. أعطيكم مثال، مثلا لو يعطينا مثلا سينس مثلا إكس مربع ويقول قم باشتقاقها، فماذا تقول قاعدة؟ تقول مشتق البنت اللي هو إكس مربع نشتقه هو 2 إكس في مشتق الأم. ها هي الأم، ما هو مشتق السينس؟ هو الكوس، لكن بالداخل تبقى لنا إكس مربع هي التي تتغير، ليس 2 إكس أو ما أشبه ذلك. إذا هنا ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه تصبح لنا جي فتحة لإكس، إذا تصبح تساوي لنا الأي. قلنا ما هي الأي؟ عبارة الدالة إي هي قلنا جذر إكس. ما هو مشتقها؟ مشتقها تصبح لنا أي فتحة لإكس، مشتق الجذر هو 1/2 في جذر إكس. تصبح لنا هنا 1/2 في جذر إكس في إف فتحة، عفوا، إف فتحة لي أي لي إكس هكذا أبنائي. ولا داعي أن نستخرج يعني عبارة الجي هذه ونكرر الكتابة، لا، يعني باستعمال قال التركيب فقط. إذا ها هي مشتقة ماذا؟ ها هي مشتقة هذه الدالة جي. الآن بعد أن استخرجنا المشتقة هذه التي هي عبارة عن 1/2 جذر إكس، لاحظوا قلنا جذر إكس في إف فتحة لي أي لي إكس، ها هي هذه العبارة، انظروا هي. الآن يريد منا أن ندرس إشارة ماذا؟ ندرس تغيرات الدالة جي. لاحظوا جيدا هنا، إذا يريد منا، إذا نقول دراسة اتجاه تغير ماذا؟ جي على ماذا؟ على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، لأن قلنا الدالة جي معرفة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. نقول لدراسة جي على المجال من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية ندرس ماذا؟ ندرس إشارة ماذا؟ إشارة جي فتحة، لأن جي فتحة إذا عرفنا دراستها فيمكن أن نعطي، إذا عرفنا إشارتها فتعطينا ماذا؟ فتعطينا التغير دالة جي. لكن ماذا علينا؟ نقول نقوم بدراسة إشارة ماذا؟ إشارة الجداء. ما هو الجداء؟ اللي هو هذا الجداء في هذا. إذا عرفنا إشارة هذا الجداء لقد عرفنا ما جي فتحة إشارتها، ومن ثم نعطي تغيرات الدالة جي بأبسط طريقة. إذا
نقوم بدراسة إشارة الجداء اللي هو واحد على اثنان جذر إكس في إف فتحة لجذر إكس. هكذا حتى تفهم، لأن الإيمة هي الإيه جذر إكس، تذكروا هذه الكلمة. نحتاج الآن نقول، نحتاج، ركزوا هذه دائما يفهموها، نحتاج لدراسة إشارة ماذا؟ أولا إف فتحة لجذر إكس إلى ماذا؟ إلى جدول تغيرات، جدول تغيرات الدالة جذر إكس، هذه الدالة جذر إكس، وماذا؟ وجدول إشارة إف فتحة لإكس. هذه في التركيب دائما أنصحكم وأعلموها يا أبنائي، لما تكون عندنا عبارة مثل هذا النوع لتعيين إشارة هذا، لكن هذا لا تهتم له، هذا أمره بسيط، الأمر هنا في التركيب هو الذي يحدث لنا بعض الإشكالات، فعليكم أن تعينوا هنا جدول تغيرات هذه التي تكون بالداخل. لو كانت جذر إكس قوموا بتعيين جدول، لو كانت واحد على إكس قوموا بجدول تعيين جدول تغيرات، إكس مربع كذلك، لوغاريتم إكس، أسية إكس، المهم هذه تعين لها جدول التغيرات. الآن ننطلق، إذا عندنا جدول تغيرات الدالة جذر إكس، إذا قلنا هنا إكس من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، هكذا كما أريكم، عندنا الدالة جذر إكس هي دالة، كيف هي؟ هي دالة متزايدة، معروفة أنها دالة متزايدة، ونهايتها إذا إف إيلي صفر، لأن تذكروا أن الإيلي إكس في مثالنا هذا هي جذر إكس، لو نعوض هنا بصفر هنا بصفر كم تعطي لكم؟ تعطينا جذر صفر اللي هو صفر، إذا هنا صفر، ونهاية جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، كم؟ زائد ما لا نهاية، هذا الأمر الأول. الآن كما تعلمون نأتي الآن أبنائي إلى مل الجدول الأخير اللي هو هنا إكس، قلنا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، وهنا عندنا إف فتحة لماذا؟ لجذر إكس هكذا، وعندنا هنا واحد على اثنان جذر إكس، لكن هنا لاحظوا ماذا فعلت، الدالة لا تقبل اشتقاق عند الصفر، من هي الدالة؟ الدالة الجذر، لاحظوا هكذا، هذه اللي هي هذه الصفر لا يدخل، لا تقبل الاشتقاق، نقول هنا الدالة هذه الدالة جذر تقبل الاشتقاق على المجال من الصفر إلى الزائد ميل، لكن مفتوح، مجموعة التعريف نعم مغلق، لكن في الاشتقاق عليكم أن تعلموا أنه مفتوح، لأن لماذا؟ لأن لا تخيلوا نضع الصفر هنا تصبح لنا واحد على صفر، هذا غير موجود في الرياضيات، حتى تفهموا لهذا استثنيت هذه القيمة لمن؟ لواحد على اثنان جذر إكس. الآن ما عليكم إلا فهم نقطة مهمة جدا، كيف يمكن استخراج جدول إشارة هذه الآف فتحة لجذر إكس. نتابع جيدا وتابعوا وركزوا معي فقط، لاحظوا أولا نتقول القاعدة لتعيين مثل هذا النوع، اعلموا أن هذا مجاله يسمى إي وهذا يسمى جي، ركزوا، حيث تقول القاعدة هكذا يجب أن يكون ماذا؟ إيلي إي محتوى في جي. ما معنى إيلي إي؟ معناه هذه، ركزوا، هذه التي تلاحظونها هنا، كل القيم التي تكون في هذا المكان اعلموها أنها تصبح في هذا المكان للدالة إف فتحة، هذه هي قاعدة التركيب. لماذا؟ لأن انظروا هذه الإي تتغير في بطن الإف فتحة، بما أنها تتغير كأنما هذا هو إكس، هذا هو إكس لإف فتحة، معناه ركزوا، معناه هذا يصبح هو إكس لهذا، حتى تفهموا لأنه في بطنه، إذا فهمتم هذه النقطة فيمكن أن تجتازوا كل شيء. نتابع جيدا، نقول أولا ماذا؟ نقول من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية لإي، من عفوا من الصفر، أعتذر، من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، ما هي صورته؟ صورته من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، بما أنه من صفر إلى زائد ما لا نهاية، هذا قلنا يتحول إلى هنا،
أين هو؟ إذا ما هو صورة الصفر والزائد؟ ما هي الصفر زائد ما النهاية؟ هاي نحولها الآن إلى فواصل هنا، فماذا تصبح؟ تصبح لنا هنا صفر، ها هو صفر إلى غاية زائد ما النهاية إلى هنا. هنا الدالة هذه الأف فتحة، ماذا حدث لها؟ غيرت الإشارة، انظروا زائد ناقص ثم أصبحت زائد، فتقول القاعدة علينا أن نقسم المجال. لو كانت معناه بلغة التركيب تقول رتابة، هنا كذلك بلغة المجال يجب أن تكون الإشارة محافظة. إذن هنا لو نلاحظ من هنا إلى هنا كيف؟ إنها ناقص، لأن ها هو يبقى لنا هذه الإشارة ناقص مهما كان، إذن ها هو لأن الصفر لا يحدث شيء. إذن من الصفر إلى واحد ناقص، ومن الواحد إلى الزائد ما لا نهاية زائد. إذن هنا علينا أن نقسم ماذا؟ أن نقسم المجال، هذه أمر عليكم أن تفهموا. فلما نقسم المجال ماذا تقول القاعدة؟ علينا أن نأتي بهذه القيمة اللي هي الواحد نضعها هنا. لماذا؟ لأن قلنا هكذا كل قيمة تكون على هذا المحور، احفظوها، سوف تنتقل إلى الفواصل بالنسبة إلى F فتحة. إذن إذا وضعنا هنا واحد في هذا المكان واحد، فتصبح لنا جذر X تساوي واحد. الإكس ماذا يصبح يساوي؟ لاحظوا جذر X يساوي واحد، أكيد الإكس يصبح كم؟ واحد. يقول والناقص واحد؟ لا، مجموعة التعريف تقول لا، لما أن لا يمكن أن نضع ناقص واحد تحت الجذر. إذن ماذا يقابله؟ يقابله واحد، انظروا جيدا هكذا. ماذا يقابله؟ يقابله واحد. الآن ننطلق. إذن هنا نكتب ماذا؟ نكتب كذلك واحد. لاحظوا نقطة نقطة. أولا أين تنعدم هذه العبارة؟ نحن عندنا شيء، عندنا أنه F فتحة، F فتحة لX تساوي الصفر عند ماذا؟ لاحظوا عند ماذا؟ عند الواحد. فنقول هكذا F فتحة لواحد كم تساوي؟ تساوي الصفر. ونحن ماذا نملك؟ نملك F فتحة لجذر X تصبح تساوي كم؟ الصفر. إذن X ماذا يساوي؟ X هنا بالمطابقة يصبح لنا جذر، عفوا جذر X يساوي كم؟ واحد. ومنه X كم يساوي؟ يصبح يساوي واحد. إذن مشتقة هذه المركبة هنا تصبح تنعدم، انظروا هذه تصبح تنعدم عند الواحد. يقول أحدكم يا أستاذ إن جاءتنا هكذا، ركزوا أرجوكم، إذا كنا مكتوبة على شكل F فتحة لX مربع تساوي، تخيلوا هنا F فتحة أين تنعدم؟ تنعدم عند الواحد، نجعلها تساوي الصفر، وهنا الصفر، فإن X مربع يساوي واحد، أي X يساوي لنا الواحد والX يساوي لنا الناقص واحد. فنضع هنا، لاحظوا نضع هنا الناقص الواحد ونضع هنا الناقص واحد، كذلك نقول يعدم حتى تفهموا التركيب. الآن نأتي إلى لنكمل مع مثالنا هذا. إذا ننطلق، نقول من صفر إلى واحد، من صفر إلى واحد ما هي صورته؟ هي من الصفر إلى واحد. انظروا من صفر إلى واحد صورته من صفر إلى واحد، وهذا ننقله مباشرة إلى هنا، ها هو من صفر إلى واحد. من صفر إلى واحد كيف هي الإشارة؟ الإشارة ناقص، إذا نضع هنا ناقص فقط. ثم عندنا من الواحد إلى زائد ما لا نهاية، ما هي صورته؟ هي واحد إلى زائد ما، انقلها هنا، ها هي من واحد إلى زائد ما لا نهاية، ما هي الإشارة؟ الإشارة زائد، قولوا هنا زائد وانتهى الأمر فقط، لا تتعبوا عقولكم. قولوا من صفر إلى واحد ما هي صورته؟ صورته هي من صفر إلى واحد، اذهبوا هنا إلى المجال وابحثوا عن صفر إلى واحد، زائد ناقص، انقلوا هنا ناقص. ثم من واحد إلى زائد ما لا نهاية، ما هي صورته؟ هي من واحد إلى زائد ما لا نهاية، نبحث عن من واحد إلى زائد ما لا نهاية، ما هي الإشارة؟ الإشارة زائد، إذا ها هي زائد وانتهى كل شيء. بقي الآن لنا أبنائي أن نكمل الجدول الأخير. عندنا واحد على اثنان جذر X في المجال من صفر مفتوح هكذا إلى غاية زائد ما لا نهاية، ضعوا أي رقم هنا، ما هي الرقم الذي يوضع هنا؟ يضع الأرقام الموجبة، يعني واحد اثنان ثلاثة خمسة ناقص، لا الناقص لا يجوز لأن المجال هذا. إذا مهما كانت هذه واحد على اثنان جذر X،
مع إكس قلنا ينتمي من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، ما كيف تكون؟ تكون موجبة تماما. إذا بما أن موجبة تماما نجعل هنا الزائد وانتهى الأمر. يبقى هذا ينزل، بما أن نزل ووجد الزائد فلا دخل له في الزائد هذا، لأن هذا لا دخل له فيه ذلك الواحد. ثم هنا نكتب جي فتحة لي إكس. إذا جي فتحة أين تنعدم؟ تنعدم عند الواحد. ناتي الآن إلى الإشارات، الناقص في الزائد تعطي لنا ناقص، والزائد في الزائد يعطي لنا زائد. ها قد انتهى الآن جدول الجي فتحة بأبسط طريقة. بعد ما وجدنا الآن جدول الجي فتحة، الآن نقول بكل بساطة، نقول الدالة جي كيف هي؟ من هنا إلى هنا، اللي هي من هنا إلى هنا، كيف؟ الدالة جي متناقصة تماما على المجال ماذا؟ على المجال من الصفر إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الواحد، كيف هي؟ إلى غاية زائد واحد، كيف هي؟ متناقصة تماما. وماذا؟ ومتزايدة تماما على ماذا؟ لاحظوا أبنائي، هنا علينا كذلك بما أن الدالة ما زالت جذرية معناه نحترم الصفر، هنا نجعله مفتوح هكذا. ومتزايدة تماما على المجال ما هو؟ المجال عفوا هنا نتركه مغلق، لأن الأمر كان يتعلق بالمشتق لكن الآن يتعلق من ماذا؟ تعلق بالدالة جي. ومتزايدة تماما على المجال ماذا؟ ومتزايدة تماما على المجال من واحد إلى زائد ما لا نهاية، يعني زائد متزايدة والناقص متناقصة بهذه البساطة المطلقة. لماذا؟ لأن قلنا هذه موجبة تماما، يبقى لنا الإشكال دائما مع F فتحة لجذر إكس. المساعد هنا عليكم أن تستخرجوا قلنا جدول تغيرات الدالة التي تكون في البطن فقط. بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى سؤال شكل جدول تغيراتها. إذا نكتب هنا جدول تغيرات من الجي على المجال من الصفر على الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. إذا عندنا هنا الإكس من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، عندنا هنا الجي فتحة لإكس، هنا قلنا أن الصفر يحدث لها إشكال لأن الصفر تصبح أو هنا الدالة غير قابلة، لأن قلنا أنها هي واحد على اثنان جذر إكس في إف فتحة. تخيلوا يكون الصفر، يحدث الصفر يحدث لنا إشكال إذا هنا. أما في هنا في الجي فلا يحدث لنا إشكال. نتابع جيدا. الآن قلنا أين تنعدم المشتقة؟ تنعدم عند واحد هكذا، من هنا هكذا، نقول من هنا إلى هنا ناقص، إذا نكتب هنا ناقص ومن هنا زائد. ما معناه؟ معناه ناقص معناه هكذا، والزائد معناه هكذا. ناتي الآن إلى الملأ. لاحظوا نحن قلنا ماذا؟ نحن قلنا أن الدالة مكتوبة على الشكل F لإي لي إكس. ركزوا، إذا كانت الإي لي إكس اللي هي جذر إكس، لاحظوا ليميت، نقول ليميت جذر إكس لما الإكس يؤول إلى القيمة الأولى، ها هي ما هي؟ هي الصفر. عوض هنا بصفر، تصبح لنا جذر صفر اللي هي صفر. هذا الذي وجدناه نقول ليميت ماذا؟ ليميت الآن إف لإكس لما الإكس لا نقول يؤول، ما وجدناه هنا؟ ماذا وجدنا؟ وجدنا صفر، تصبح لنا الإكس تؤول إلى الصفر، معناه تصبح لنا هنا إف لصفر. إف لصفر ها هي إف لصفر، انظروا كم إف لصفر، إنها ماذا؟ إنها واحد فقط، لأن هنا أمر التركيب. نأتي كذلك الآن أبنائي إلى هذه القيمة اللي هي نقول هنا الإي لي إكس اللي هي إي لي إكس تساوي إي لي هنا واحد، الواحد نضع نعوض هنا بالواحد، كم؟ جذر تصبح لنا جذر واحد اللي هو كم؟ واحد. تصبح لنا هنا ماذا؟ هذه الناتجة التي وجدناها أبنائي، نقول إف، نأتي بهذه القيمة إف لواحد يساوي إف لواحد يساوي، لأن التركيب ها هو الإكس واحد هكذا ثم يأتي إلى هنا، هذه قلنا هي ثلاثة ناقص الأسية، فنكتب هنا ثلاثة ناقص الأسية، يعني هذا ما نسميه التركيب. عندنا كذلك نأتي إلى الزائد ما لا نهاية، عندنا ليميت
جذر إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، كم؟ إنها زائد ما لا نهاية. إذا بما أنها الزائد ما لا نهاية ماذا نقول؟ نقول ليميت الآف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. انظروا لما يؤول الإكس إلى زائد ما لا نهاية هي تصعد تصعد تصعد، أين صعدت؟ صعدت إلى زائد ما لا نهاية، فنكتب هنا زائد ما لا نهاية. وهذا هو جدول يا أبنائي تغيرات الدالة جي بأبسط طريقة، لأن هنا قضية التركيب دائما يعني تأتوا بهذه القيم التي تكون هنا وهنا كما أشير، تعوضوها أو لها نهاية هنا في الإي اللي هي جذر إكس، الناتجة التي تجدونها تصبح تؤول إليها الإكس للإف. الإكس قلنا لمن؟ للإف، حتى تفهموا الفكرة. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما كي نكمل معكم مسير، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.